اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. احنا مع حضراتكم لليوم الثاني على التوالي في معرض اجرينا الدولي في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدوليه. ده اهم المعارض المتخصصه في الانتاج الحيواني والداجني والسمكي، هي الثروات التي تنتج لمصر البروتين الحيواني. دي الدورة رقم 24، يعني أجرينا بقاله 24 سنة بيخدم قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي. حلقتنا النهاردة فيها لقاءات مهمة جدا مع جدعان هذه الصناعات، خليكم معانا في حلقة هامة جدا من معرض أجرينا. من سنتين تقريباً نبهنا في برنامج الجدعان لخطورة عدم توفير الدولار لاستيراد قطعان جدود دواجن التسمين اللي بتنتج أمهات التسمين، اللي بتنتج كتكوت التسمين اللي بيربيه أصحاب مزارع الدواجن وبيشتريها المستهلك النهائي. وحذرنا كمان من نقص أعداد قطعان دواجن البياض اللي بنربيها الإنتاج بيض المائدة، ووقتها قلنا الأولوية لازم تكون لصناعات الأمن الغذائي وتوفير البروتين الحيواني. ده باختصار سبب ارتفاع أسعار كتكوت التسمين حالياً اللي هو أساس دورة الإنتاج الداجني، وارتفاع سعر كرتونة بيض المائدة لأن بقى في ندرة في أعداد كتكوت التسمين، والشركات الكبرى بتسكن عنابرها أولاً من الكتكوت اللي بتنتجه، وبالتالي مزارع صغار المزارعين اللي بيتحكموا في 60 ولا 70% على الأقل من الإنتاج الداجني في مصر مش لاقية كتكوت تسمين، وشركات البياض بتسكن عنابرها بدواجن البياض وبتربيها في مزارعها تمهيداً إنهم يرجعوا تاني بقوة للإنتاج بدءاً من الربع الأول من العام 2025. وطبعاً في الوقت ده هيبدأ نزول الأسعار الخاصة بدواجن التسمين وبيض المائدة مش قبل كده. دلوقتي هنكمل رحلتنا في معرض أجرينا الدولي 2024 لصناعات الإنتاج الداجني والحيواني والسمكي، واسمحوا لي نتفق إننا لازم دايماً ندي الأولوية للغذاء وصناعات الدواجن والأسماك والإنتاج الحيواني لأنها في مقدمة صناعات الأمن الغذائي المصري مهما تعرضت لأزمات خارجة عن إرادة أهلها. تعالوا في بداية حلقتنا النهاردة نقابل المهندس إبراهيم الرفاعي رئيس شركة تكنوكيج لتصنيع بطاريات الدواجن عشان نتعرف على الموديلات اللي بيقدمها لمربي التسمين والبياض. رأيك النهاردة من أكبر مصانع في مصر، صح ولا لأ؟ مصر. صناعة وطنية محترمة، بنعمل عنابر بمستوى عالمي عالمي حرفياً، لا محتاجين من ألمانيا ولا محتاجين من أمريكا. براحة كده قول لنا إزاي نطور العنابر دي، خطتنا إيه؟ احنا مبدئياً هنقسمها لجزئين. خلينا نقول إن في مربي يعني متوسط أو تحت المتوسط، في مربي دلوقتي بقى فوق المتوسط. هنتكلم عن المتوسط، أول كلمة نقولها له اقلب من أرضي وشغل بطاريات. تمام. النهاردة التكلفة بقت عالية، عشان تقدر تنافس مش هتعرف تنافس بالأرضي. قول لنا مساحة الأرض عندك قد إيه، قول لنا مساحة العنبر قد إيه، هنبعت لك حد يعاين ويشوف وضع المقاسات والموديل اللي ينفع يديك الأكبر كفاءة عندك، وبعد كده نقول لك ينفع عندك موديل إيه عندنا في الشغل. موديل وفي موديلات للعنابر؟ إحنا عندنا 9 موديلات. أنا اللي بختار الموديل ولا حضرتك؟ أنا بديك الحاجة اللي هتمشي في مكانك. هقول لك العنبر ده ينفع بطاريات هرمي يشيل معك 15,000، إيه المشكلة يعني؟ ابدأ ب15,000، المرة الجاية اللي هتكسبه من هنا تعمل أنت عنبر جديد يشيل 50,000. بس ابدأ، خلي فيه خطوة بداية بدل ما تيجي تلاقي السوق انت طلعت منه. طيب حضرتك بتبعت للمهندسين يرفعوا المقاسات ويحددوا الشكل الأمثل أو الموديل الأمثل اللي يناسب العنبر بتاعي. مظبوط. وبعدين بستلم في خلال قد إيه، بتبقى معايا قد إيه، بتشغلني إزاي، موضوع الاستلام ده، التمويل إزاي، بالراحة كده اشرح لنا. لو عنبر مثلا بتتكلم في عنبر 15,000 طائر، موديلات مثلا نص أوتوماتيك أو يدوي، ممكن أسلمه لك في 45 يوم، في شهرين. لو اوتوماتيك مثلا كامل
فعنابر صغيرة هيوصل لتلات أربع شهور. هو على حسب أنت مديني العنبر عامل إزاي. ما أنت لو مديني العنبر مقفول وجاهز أنا شهرين أكون بخلص لك العنبر. اللي فوق المتوسط اللي هو مثلاً جاي من بره وعايز يطور تلات أربع عنابر بتاعت أسرته، أو واخد أرض وعايز يبني عليها أربع خمس عنابر، الشروط والضوابط عشان يعرف يشتغل في صناعة الدواجن. هو دلوقتي أنت عندنا القطاع الجديد أو اللي بقاله سنتين تلاتة أنا بقيت شايف قدام عينيا، لدرجة أن أنا مش هقولك أنا ممكن ما بنامش من تحت راس القطاع ده. أنا بقى مثلا دلوقتي عندنا حلو عايزينك ما تنامش بس اشتغل. الحمد لله الحمد لله على كل شيء طبعا، يعني احنا بنحاول نكبر في المصنع ونزود موظفين ومهندسين ونحاول على قد ما نقدر نضغط يعني. وهقولك المفاجأة الآخر في آخر اللقاء اللي احنا عاملينها الجديدة، عشان برضو في الآخر نوصل أن احنا نرضي العميل على قد ما نقدر. في عميل معاه فلوس أو واخد مبادرة وعايز يشتغل، بس عايز اللي يسهله الموضوع. أنا النهاردة بقول له هات لي 50 فدان، هات لي 30 فدان، في وسطهم هنعمل خمس فدادين ونص، بنعمل لك فيهم خمس عنابر أو أربع عنابر يشيل 200,000. ده قطاع كبير دلوقتي كده. في الآخر هو بيقول لي مثلا أنا عايز كل اللي عاوزه خمس فدادين، خمس فدادين ونص بالظبط، وأعمل له مزرعة نموذجية تشيل 200,000. ولازم يعمل حاجة مهمة جدا جدا، يروح الهيئة العامة للخدمات البيطرية. أيوة. ياخد قرار بعد وقاية عشان يحمي نفسه من اللي حواليه. دي أهم حاجة، لو حد بقى ما يضرش نفسه ومحدش يضره. بالظبط كده، ابعد عنه. عندك مشكلة بقى أنت في الحتة دي، لا خد لي حتة بقى 100 فدان، خد لي حتة 50 فدان، اعمل المعنابر في وسطها، يبقى عندك أمن حيوي حواليك جوه أرضك. حوالي قد إيه للتسمين؟ كيلو ونص؟ كيلو 300 كيلو ونص. والبياض؟ لو عايز تشتغل في البياض. البياض جنب التسمين ولا بياض جنب البياض؟ لا لا، البياض جنب بياض. البياض لوحده مثلا عايز برضو بتاع كيلو مثلا. عايز كيلو. أو أقل شوية. طيب، نتكلم في التكاليف. دي بطاريات ما شاء الله، انا طاقتي بتضاعف مرتين وثلاثه، واكيد التكلفه هتبقى عاليه. أهم حاجة. صح ولا لا؟ اهم حاجه التكلفه. هجيب راس المال، انا عارف ان انا هجيبه سنه ولا اتنين اكون جايبه وهبدا اكسب مكسب صافي، ولكن التكلفه كام النهارده؟ التكلفه النهارده خلينا نقول، انا كنت على طول قبل كده بقول بالمصري التكلفه مثلا عندنا سي 50 جنيه، 100 جنيه. انا دلوقتي تكلفتي 120 جنيه، بس انا الايام اللي احنا فيها دي ممكن بقت سريعه شويه، رتم الحياه سريع، ساعات الدولار بيتغير بيعلى بيوطى، انت شغال رينج ما بين 2 دولار و1 من 10 ل 2 دولار و2 من 10. ده سعرنا المتداول دلوقتي للبطاريه ارض المصنع للفرخه الواحده. بس السؤال انا بقوله لك ده على اعلى موديل عندنا اللي هو سلك مجلفن على الساخن، سيور ايطالي، نبل نظيف، صاج جلفان عاليه. لا، ما انا عايز كله يشتغل نظيف، انا عايز كل العنابر. ما نقدرش نعمل كده، ما احنا في ناس لو انا قلت له الرقم ده هيقف مش هيشتغل، هيسمع منك ويمشي يروح يربي ارضي برضو. عندي ناس كتيره بدات ب 5000 و10000 طائر، النهارده بيعمل 3 4 5 عنابر 200,000 و250,000. ما شاء الله، في ناس اللي قاعدين حوالينا دول كده، يعني عاملين كده وبادئين معايا بعنابر صغيره. بص، ده وقت ان احنا نبني في الصناعه، مش عمال نقول في ازمه، لا ده وقت نبني ونأهل نفسنا نبني ونستعد بالعنابر. طبعا مظبوط، طبعا لما الدنيا تزهزه نبقى احنا جاهزين. طيب، قلت لي عندي موديل جديد ومش هبيع منه غير لما اعمل سوق كبير جدا. فكره عامه، مش عايز اكشف السر طالما حضرتك محتفظ بيه، ولكن عرفني ايه الفكره عندك. انت عندك مكتب هندسي محترم، مش عايزين ويطور. وسالتك سؤال قبل ما ابدا اللقاء ده، قلت لك هنحتاج استيراد لعنابر من بره، قلت لي لا. هنحتاج استيراد عنابر مستهلكه او مستخدمه من بره، قلت لي لا. اللي عندنا هنا زيرو احسن منه مليون مره. دلوقتي انا عامل موديل جديد مش هنزله ومش هطرحه في الاسواق الا لما اوصل ل 1000 بطاريه. 1000 بطاريه ده الستوك اللي عندي، المخزون الاستراتيجي زي ما بنقول. ده على طول يعني عندي، اطلب اركب، تطلب تبعت تريلات تحمل. مش تبعت تقعد تحمل بقى في وقت طويل وتركب في وقت طويل. واثق من نجاحها قوي كده؟ واثق، وعملت ممكن تقول جبنا عربيات تخدم فنيين تروح تركب في المواقع وتتنقل ما بين المواقع. بدانا نعلم فنيين، ويعني سوبر فايزر، بقينا يعني بننتج سوبر فايزر دلوقتي عشان يسد ورانا على الموديل ده. فانا طلعت موديل جديد مقاسات ثابته، يعني ما تجيش تقول لي بقى انا عنبري طوله كذا وعرضه كذا. لا، الموديل ده معروف هيطلع لك هو طوله كذا وعرضه كذا، ماليش دعوه بعنبرك، هتاسس عنبرك عليه. انا ماشي دلوقتي الكاتيجوري بتاعي دلوقتي، الزبون اللي بيجي يقول لي انا عايز 200,000 طائر، يلا باشا شغلني فيهم، قول لي عايز تتعقد ازاي وانا عايز 200,000 طائر، ماليش دعوه بقى انت هتعملهم لي ازاي. هو واثق ان انا هدي له حاجه كويسه وهدي له تهويه مظبوطه. ده اللي انا التارجت بتاعي اللي انا ماشي عليه. عشان اعمل له كده فاعمل له موديل يسهل عليه انه يعمل 7 دورات في السنه واكتر. فلازم يكون الموديل سهل ممتنع، انا بلعب على دي دلوقتي.
فخلال 3 اشهر كده انا طلعت الموديل وبدات انتج منه واخزن منه. احنا هنعلن عنه واحنا اللي هنوري للناس، ما حدش يشوفه غيره. القطاع المصرفي المفروض فيه تكلفات من الدوله ومحافظ البنك المركزي، يا جماعه سندوا قطاع الدواجن ونطور العنابر. احنا في حاجه قصوى، في حاجه ضروريه جدا لكده. لو انا جيت لك وعايز اطور ممكن تدخلني بنك؟ ممكن جدا، انا كل البنوك معانا والبنك الاهلي برضو بقوه معانا في كل محافظات مصر، بس احنا محتاجين يعني البنك المركزي يسهل الموضوع شويه على المربي المتوسط وتحت المتوسط اللي عايز يبدا ويشتغل. محتاجين ضغطه في الحته دي، محتاجين مساعده من البنك المركزي يساعد المربي الصغير. الجدع اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس راشد نصر راشد، رئيس مؤسسة راشد لمشروعات تربية الأرانب والنعام والماعز، وهو متخصص في السلالات والبطاريات الخاصة بتربية الأرانب وإنشاء ملاعب النعام والماعز، وكمان الأعلاف المتخصصة خبرة كبيرة وبينفذ المشروعات بشكل علمي لأصحابها ويساعدهم في إدارتها وتسويق إنتاجهم. ركزوا معاه. المهندس راشد نصر راشد، تمام، 29 سنة أرنبجي، أنت راجل بتاع أرانب رغم أن أنت مهندس مدني، تمام. لا أفهم، أيوه. مهندس مدني وحب الأرانب واشتغل فيها من 29 سنة، ليه؟ من الطفولة كان والدي وعمي رحمة الله عليه كانوا عاملين مزرعة أرانب، الكلام ده في الثمانيات، فأنا طلعت غاوي الموضوع، حبيته، ابتديت أشتغل طول فترة دراستي. بعد ما اتخرجت خدت قرار أن أنا أعمل مزرعة، أجرت مكان واشتغلت فيه. بعد كده خدت قرار ان انا افتح مكتب صغير، ان انا اسس عنابر. بعد كده الحمد لله ابتديت بنيت مزرعه، انا خدت مزرعتي لارض وبنيتها خاصه بي انا. انت مزرعتك فين؟ انا مزرعتي في اجا المنصوره. لا هنجيلك شرفني، اساسي شرفني. الارانب مشروع مهم جدا، تمام، وناجح جدا رغم بالزبط. كثير من الإحباطات اللي بتقول لنا ما تلعبوش في هذا المشروع. بالظبط. كلنا الفيصل. الخطأ اللي بيقع فيه معظم اللي داخل الموضوع إنه هو بيسمع إن الأرانب بيبدأ رحلة المليون وإن الأرانب بتجيب فلوس، فهوب بيخش فيها بدون ما يبقى عنده دراسة أو خبرة. طب أديره إزاي صح؟ تديره إزاي صح؟ إن أنت تلجأ لشغل علمي، حد خبرة في المجال قدر إن هو يطبق العلم بالعملي وينجح بيه. طيب اللي أنا شايفه لما دخلت لحضرتك هنا إن أنت حلول كاملة من أول العنبر اللي أنت مصممه أو البطاريات اللي حضرتك مصممها لغاية العلف لغاية الأدوية، صح كده؟ تمام. هي مش أدوية، هي مكملات غذائية. مكملات غذائية. مكملات غذائية. يعني ما بستخدمش أدوية خالص في الشغل؟ أنا ما بستخدمش أدوية، وهدفي كله إن أنا أدي أطلع للمستهلك لحمة خالية من متبقيات الأدوية تماما. ولو اضطرينا ان احنا في اي مشكلة في القطيع او حصل اي ضرب واضطرينا ان احنا نستخدم ادوية، لازم ارجع لفترة السحب قبل ما يتم البيع. كل منتج من الادوية المضادات الحيوية لها فترة سحب لازم توقفها، يتكسر فيها، يتكسر فيها، لازم توقفها قبل ما تبيع المنتج. حتى انا عملت شعار اسمه بريمكسك في ايدك حطه في المي، وابتديت اجيب مراجع وابتديت اجيب كلام ناس متخصصة في الموضوع ان معظم الحاجات اللي بتتحط في العلف فيها بتتقص نسبيا بدرجة الحرارة، بتتأثر مع الخلط، لأن علية الأرانب لها طابع خاص إن فيها نسبة ألياف عالية. بستخدم تقريبا 40% من مكونات العلف برسيم حجازي، لما هاجي أخلطه هيبقى فيه صعوبة في التجانس، فمش هيديني الغرض، فبالتالي غصب عنه هيطلع أرنب فيه فرق. طبعا الناس ابتدت اللي تشتغل معنا ابتدت تلاحظ إن فيه نسبة تصافي كويسة، في طعم مختلف للحم. الحمد لله احنا بقالنا 3 سنين شغالين على الموضوع ده، وبريمكسك في ايدك حطه في المية. اللي عايز يشتغل في الارانب يجي يسلمك عنبر تظبطه له بالكامل البطاريات وكل حاجة وتعلمه وتفهمه وتدرب الناس بتوعه. وندرب الناس بتوعه، اهم حاجة عندنا تدريب الناس وتسويق منتجه. اسهل مما يمكن مشروع تسويق الارانب في مصر، احنا مش قادرين. ارانب ولا نعام؟ النعام ابتدى يصعد دلوقتي. تسويق الارانب أسهل كتير جدا من تسويق النعام. مشكلة النعام إن هو محتاج مساحة كبيرة علشان أقدر أستغل فيه، بس إن شاء الله أنا بدعي حضرتك لو شرفتنا هتلاقيني عملت ملاعب صغيرة بمساحات صغيرة، والحمد لله أنتجت وابتدى عندنا بشار البيض تطلع السنة دي، والحمد لله جايب نتيجة جدا. الملعب 75 متر و50 متر وجايب نتائج. تعالوا بقى نقابل الدكتور حسام الرفاعي رئيس شركة ميماس لتصنيع الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف والمطهرات، وهي شركة سورية اتأسست في مصر سنة 2010، ولكن هم متواجدين في سوريا من سنة 1986. دكتور حسام الرفاعي الميماس،
المميز بالسوري يعني الأرض الخصبة، صح كده؟ صحيح. وحضرتك هنا من 2010 بتصنع في مصر أدوية وإضافات أعلاف. صحيح. وبجد أضفت للسوق المحلي، لما تقولي عندي 100 منتج يبقى أكيد أضفت. براحة كده اشرح لنا المماس بدأ امتى، منتجاتنا بنصنعها بجودة عاملة ازاي، فكرنا عامل ازاي في تسويق هذه المنتجات. احنا عندنا مصنع في مصر، في سوريا، في السودان. هي المماس هي شركة سورية تأسست سنة 1986. في سنة 2010 جينا مصر، بدأنا شغل كشركة بتستورد منتجاتها من سوريا. بعد كده بعدها بثلاث أربع سنين لقينا أنه المجال خاص والسوق واعد وإحنا ممكن نزود استثماراتنا في مصر وفي البلد. فبدأنا في مصنعنا الأول اللي كان في مدينة العاشر من رمضان، عملنا مصنع الإضافات الأعلاف بتاعنا، حطينا الحجرة الأساسية فيه وبدأنا شغل. في سنة 2018 قررنا أنه نفتح مصنعنا في السودان. بدأنا في تصنيع في مصر من خلال المصنع، وصلنا الحمد لله النهاردة لـ 100 منتج. السنة اللي فاتت فتحنا فرع في عمان، اللي قبلها في سنة 22 فتحنا في الإمارات، وبدأنا نصدر من مصر لباقي البلدان سواء الإفريقية أو سواء لبلدان الخليج. متميز جدا يا دكتور في مماس من خلال رافع المناعة. تمام. صح؟ صحيح. الناس بتقول هو مش عارفين جواها إيه، يعني فيها كذا مركب مع بعض داخل رافع المناعة دي. بالراحة كده اشرح لنا سر تميز رافع المناعة عندك. في الحقيقة أستاذ محمد، بالأول إحنا كشركة خاصة بصناعة الدواجن طبعا. بالضبط. إحنا بالحقيقة كشركة بنعتمد على موضوع الكومبينيشن أو المشاركات الدوائية. يعني أنا بالنسبة لي ما بطلعش منتج تراديشنال أو منتج تقليدي اللي هو موجود في كل السوق. طيب أنا بالنسبة لي لما طلع رافع مناعة مش هطلع رافع مناعة تقليدي، لازم يبقى فيه فكرة، الفكرة دي أستخدمها. رحنا عملنا كوليكت داتا وجمعنا المعلومات من كل السوق. طب إيه اللي إحنا ممكن نستفيد منه؟ إحنا عندنا خلاصات عشبية، عندنا مجموعة من الزيوت العطرية والطيارة ممكن تفيدنا في الموضوع ده، عندنا الليكتين ممكن يفيدنا بالكلام ده، عندنا الفيتامينات والأملاح ممكن تفيدنا بالكلام ده. قعدنا شغالين حوالي من 6 لـ 9 شهور عشان نطلع تركيبة كيميائية بحث وتطوير. بالضبط. فإحنا بالنسبة لنا عملنا المنتج اللي هو اسمه ميا ميون فورت. الميا ميون فورت ده عبارة عن زيوت طيارة وزيوت عطرية، كارفاكرول ومنتول وتيمول وسايم أويل وكابساسين، مجموعة كاملة مع ليكتين مع خلاصة نبات الإخنيسيا أو الإشنيسيا بالإنجليزي، مع مجموعة من فيتامين إي وفيتامين سي والأملاح اللي هي بتحفز المناعة بنقول بالعربي. كل ده حطيناه في منتج واحد واشتغلنا عليه والحمد لله جبنا نتائج كويسه جدا 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 جدا. صدرت يا دكتور من هنا؟ احنا بقالنا دلوقتي بفضل الله من سنه في اواخر 21 بادئين تصدير من هنا، بنصدر والريتم طالع في الصاعد الحمد لله. والحمد لله بصعود مستمر. السوق الافريقي طبعا. بالضبط. احنا بدانا نستفيد من الاتفاقات اللي الحكومات المصريه عملتها المتعاقبه، استفدنا من الاتفاقات دي، بنفس الوقت استفدنا من موقع الجغرافي للبلد. وغير ده كله ان احنا مش بس بصناعتنا خففنا من الدولار اللي عم يطلع بره بالاستيراد، لا ده احنا جبنا دولار للبلد برضو من خلال التصدير. يعني انا بالنسبه لي لما اوطن صناعتي واجي اصنع ادويه بيطريه هنا بدل ما انا كنت بستورد من سوريا من مصنعي في سوريا، لا انا بدل ما اطلع الدولار بره انا بصنع هنا، بوفر من صرف الدولار وبنفس الوقت دلوقتي بصدر وبجيب دولار، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله تعالى. العراق بتمتلك النهارده مشروع دواجن عملاق اسسته شركه الاتحاد العراقيه، استثمارات تجاوزت 2 مليار دولار و90% من خبراء المشروع من مصر، حاجة تشرب بجد. تعالوا نتعرف على ملامح المشروع من المهندس محمد بركات، مدير مشروع الأمهات في شركة الاتحاد للإنتاج الداجني في العراق. عشان الناس تعرف بس ان المصريين بيشرفوا في كل مكان وان خبراتنا في صناعه الدواجن منتشره في الوطن العربي. الحمد لله. المهندس محمد بركات، حضرتك مدير مشروع الامهات في شركه الاتحاد بالعراق. تمام. ده اكبر مشروع دواجن في الشرق الاوسط بالكامل، حجم الاستثمار 2 مليار دولار. صح ولا لا؟ ده حقيقي. احنا عندنا المشروع على مساحه 650 كيلومتر مربع، بخلاف مساحة الجدود. نمتلك الجدود خاصة بالشركة، عندنا مزارع أمهات. ده سلالة إيه بقى؟ سلالة روس 308. عندنا 36 مزرعة أمهات، طاقة كم أم؟ 2,700,000 أم. ما شاء الله. مخطط إن شاء الله إن إحنا نعدي 230 مليون بيضة سنويا. عندنا طاقة إنشائية 60 محطة تسمين، حوالي 30 مليون طائر في الدورة الواحدة في 5.5 إلى 6 دورات في السنة. عندنا حوالي من 5 إلى 6 مليار بيضة مائدة سلالة لومن.
عندنا مجزر، مجموعة مجازر بتذبح يوميا 850 ألف طائر يوميا. عندنا القطاع الخدمي، المصانع بيخدم ده كله مصنع آلاف خاص بالشركة. عندنا أربع معامل تفريخ، معملين تسمين، ومعمل جدود، ومعمل بياض. السيطرة على الكلام ده ازاي؟ السيطرة على الكلام ده من خلال قطاعات. احنا مجموعة من المديرين المصريين، كل القطاعات مديرين مصريين؟ كل القطاعات معظمها مديرين مصريين. يعني انا بمثل قطاع الأمهات، مسؤول عن مشروع الأمهات بالكامل. يعني حضرتك مسؤول عن 2,700,000 أم؟ ايوه تمام تمام. الحمد لله، يعني احنا محققين ارقام في سلالة الرس وفي سلالة كوب. قبلها كنا عمل جدود بتاعنا كانت بتنتج، اشتغلنا في 10 قطعان كوب. الحمد لله يعني حققنا أرقام فيها متوسط العشر قطعان 155 كتكوت للأم على 61 أسبوع 62 أسبوع. الرس؟ الرس ما شاء الله احنا لغاية دلوقتي 18 أسبوع فوق الـ 80%. لسه مفيش قطعان رص كملت انتاجيتها وخرجت، ولكن احنا اعلى في الهن دي يوميا ما يعادل من 7 الى 12% انتاج يومي. العراق ما كانش دولة قوية في الدواجن، صح ولا لا؟ صحيح. ايه سبب الطفرة دي؟ الطفرة دي هو في نشاط دجيني يعني ملحوظ في العراق في الفترة الاخيرة. دولة اهتمت ولا قطاع خاص؟ الدولة والقطاع الخاص يهتموا الاثنين. القطاع الخاص، الشركة اللي احنا فيها حضرتك دي شركة قوية اسمها شركة الاتحاد للصناعات الغذائية المحدودة، شغالة في مصانع سكر، في مصانع زيت، في مصانع علاف، في مصانع استخلاص زيت، في مصانع تمور، ودخلت في صناعة الدواجن وقدرت تستقطب الخبرات اللي موجودة في السوق المصري وفي الوطن العربي ومعنا خبرات أخرى. ايه الفرق بيننا وبينهم في إدارة مشروعات الدواجن؟ والله هم دولة كبيرة جدا في الصناعة. طبعا الإخوة العراقيين يعني احنا بالنسبة لها دولة شقيقة، اللغة بتاعتنا واحدة، ولكن هم لغتهم في الإدارة أقوى مننا شوية، في إدارة حازمة، في إدارة فنية قوية جدا، كل واحد عارف دوره، هو مرسوم له دوره بيعمل إيه من خلال لائحة بتنظم العمل داخل الشركة. دي رقم واحد. رقم اتنين، اهتمام بالأمن الحيوي. الحاجة التانية حضرتك، استقطاب الكفاءات نفسها على رأس كل مشروع، في كفاءات قوية جدا. احنا على طول في ميتنج زوم وفي تبادل خبرات حتى مع السلالات، سواء الأخوة الأجانب أو الأخوة المصريين أو أي أخ أو أي حد هنقدر يضيف لنا خبرات أو نضيف له خبرات، ما فيش مشكلة. الإدارة منفتحة على كل الآراء، ولكن بناخد الرأي الأصوب والرأي الأفضل للتشغيل. صناعة الدواجن في مصر في أزمة، احنا كلنا عارفين، كانت كنت وصل لخمسين جنيه، كل المدخلات غالية، العمالة بقت تكلفتها عالية جدا، السعر كيلو لحم 80 جنيه على باب المزرعة، يعني المربي قدامه مسافة بسيطة جدا لازم يربي ويحقق ربح عشان يقدر يكمل. صح حضرتك. ايه السبب اللي احنا فيه ده؟ صناعة الدواجن عموما احنا في مصر هي صناعة مستوردة، احنا ما علينا اللي احنا بنستورد من بره ونرجي نشتغل داخل مصر. لازم امتلك رقم واحد ما يساعدني على تقليل التكلفة. 70% من التكلفة علف، بل ممكن تعدي دلوقتي. النهاردة سعر الكتكوت وصل 50 جنيه لقلة الجدود، وبالتالي قلة الأمهات. صحيح. وبالتالي قلة كتكوت التسمين. المعروض قليل، الطلب كتير. احنا شعب كبير مش شعب صغير. صحيح. وعندنا طاقات بشرية جبارة، وعندنا كفاءات نقدر نعتمد عليها داخل مصر، بس مش قادرين نستغلها. ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم ازرع ذرة، لازم اوجد بدائل للعلف اللي موجود، لازم اعمل ثورة في صناعة الاعلاف، لازم اطلع علف بكواليتي كويس، لازم اطلع كتكوت بكواليتي كويس، لازم اتحكم في الامراض اللي موجودة. يعني مش اي فاكسين بدخله، لازم اسيطر على الاوبئة والامراض، لازم اعمل امان حيوي كويس، لازم اعمل مواصفات كويسة جدا واحرص عليها كدولة انها تتنفذ في الشروط الصحية اللي موجودة في مزرعة الدواجن. ده اللي مفروض نعمله. زائد ان احنا لازم كل واحد فينا شغال في صناعة الدواجن يشتغل على نفسه، لازم تطور ادائك، لازم تعلي من مهاراتك سواء كانت مهارات ادارية او مهارات فنية. صحيح. والاتنين مطلوبين، ولازم يبقى في كونتاكت ما بين الرعاية البيطرية
وإدارات التشغيل اللي هي المانجمنت. صحيح. الاتنين لازم يتوافقوا. تخيلوا جذور نبات الإسبراجالس تقدر توقف انتشار وتكاثر أشرس فيروسات أمراض الدواجن زي النيوكاسل والجمبورو والإتش ناين والأدينو. هيشرح لنا التجربة العلمية اللي ممكن تعمل ثورة في مواجهة أمراض الدواجن الدكتور باسم عبد الحميد، رئيس قسم الفيروسات في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة. ركزوا معاه. دكتور، حضرتك عملت تجربة مهمة جداً على فيروسات مدمرة لصناعة الدواجن في مصر، وهي الجمبورو والإتش ناين وعندك النيوكاسل وغيرها من الفيروسات. قللت تكاثر هذه الفيروسات بمركبات. حضرتك كنت بتجرب، هل ينفع ولا ما ينفعش؟ هل هتقدر تمنع التكاثر ولا لا لهذه الفيروسات؟ ونجحت. مظبوط. ممكن أسمع التجربة بالتفصيل؟ أي مستحضر بيتقال إن له تأثير مضاد للفيروسات له مجموعة من التجارب بتتعمل عشان تثبت التأثير ده، والتجارب دي بتتم في الأساس بفيروسات حية قادرة على التكاثر في حاجة اسمها نظام عائل. ففضلنا إن احنا نستعمل نظام العائل الـ SPFX. فبدأنا إن احنا يعني بيض خالي من المسببات المرضية. بالضبط كده، البيض الخالي من المسببات المرضية بيحقق لي ميزتين في الشغل، إنه هو مفهوش مناعات أمية من القطعان، لأن أمهات البياض اللي تنتج البيض ده ما بتتحصنش، وبالتالي أنا باخد هذا البيض وأنا مطمن أني ما عنديش أي أجسام مضادة، وبالتالي لما بحقنه فيروسات باخد أحسن يلد من الفيروس، وفي نفس الوقت باخد تأثير الفيروس بشكل مباشر لأن ما فيش حاجة بتعطله. والميزة التانية أن ما فيش أمراض منتقلة رأسيا، يعني ما تكونش الأمهات مصابة بشيء فبتنقله خلال البيضة للأجنة اللي هي هتبقى بعد كده كتاكيت. فاشتغلنا بالنيوكاسل الضاي الجينو تايب 7، حقناه جوه البيض، وده معروف ان هو بيموت في خلال من 36 ل 48 ساعة بحد أقصى، وده يمكن كانت أحسن نتائج خدناها. احنا الفيروس كان معانا التايتر بتاعه اللي هي العيارية بتاعته 9.5، تمام، حقناه لوحده فتمام هو 9.5، حقناه مع المستحضر بقى 3.5. وبعدين احنا لو بصينا ان عيارية الفيروس دي بالتين فولد اللي هو بمضاعفات العشرة، يعني 9.5 يعني واحد وقدامه 9 أصفار أو كمية أكتر من 1.9، تم اختزالها لواحد وقدامه 3 أصفار، يعني أنا نزلت تقريبا بالحساب كتقريبيا من 5 مليار فيروس ل5000 فيروس. فطبعا ده تأثير قوي جدا 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 على مستوى المعمل بالنسبة للنيوكاسل. لما جينا عملنا التجربة دي مع الاتش 9، فعندنا احنا معزولة معينة بتاعتنا في قسم الفيروسات في الكلية بتموت تقريبا من 25-40% من بيض الدجاج المخصب الخالي من المسببات المرضية. فبرضه حققنا العتة دي، وكان العيارية بتاعتها 9.3، تمام، ولما حققناها مع المستحضر نزلت ل6.4، يعني برضه حصل عندي اختزال في كمية الفيروس كأني قسمت التركيز على 1000. دي مركبات يا دكتور دي اللي احنا استخدمناها؟ المركبات دي مستحضر نباتي من جذور نبات اسمه أستراجيلس. جاي منين؟ يعني جاي من الصين. من الصين؟ جاي من الصين. شركة مصرية اللي جايباه؟ شركة مصرية اللي جايباه. الفكرة ان مجرد ما خففنا الحمل الفيروسي تطور المرض بيقل، مقاومة الطيور بتتحسن. ليه؟ لان انا بدي فرصة لجهاز المناعة يبدأ يتعامل مع الفيروس. فاستخدام المستحضرات دي ممكن ينفعني في حالتين، لو انا عامل خريطة وبائية للمزارع بتاعتي وعارف ان انا في توقيتات معينه في انج، مثلا انا مثلا بقول ايه مثلا من 15-20 بيبقى في الغالب عندي اصابات نيوكاسل، تمام، فانا ممكن استخدم ده بشكل وقائي. ده في العلف ولا في ميه الشرب ولا فين بالظبط؟ ليها استخدامين، في استخدام عن طريق ميه الشرب وفي استخدام انها تتحقن. فانا بقول لسيادتك في الباك يارد الامريكان فعلا بيستخدموه وبيدوه للفراخ. حتى هم بيقولوا سبحان الله النبات نفسه الجزء الخضري منه توكسيك للدواجن، والجذور نافعة جدا ومرضى للفيروسات، وفي بحوث أثبتت أنه هو بيقضي تماما على الاتش ناين وعلى الميرك وعلى النيوكاسل. فالبحوث دي موجودة بالفعل منشورة، مش احنا اللي عملناها، ولكن احنا أكدنا جوه معمل الفيرولوجي فطب بيطري القاهرة أن المستحضر ده، تمام، العينات اللي جات لنا منه فعالية كبيرة بشكل كبير قوي. النيوكاسل في الأساس، لو هنرتبهم النيوكاسل في الأساس ثم الأدينو ثم الـ H9 ثم الـ IBD.
اللي قدام حضراتكم ده هو الأستاذ محمد سالم، رئيس شركة سالم لتصنيع أجهزة التدفئة والتبريد والمراوح والشفاطات، وطبعاً هي خاصة بصناعة الدواجن والإنتاج الحيواني والصوب الزراعية. 34 سنة بيصنع ويطور معداته، ووصل ل 90% مكون محلي في التصنيع، وأسعاره 25% من المستورد، وقطع الغيار متوفرة لأن هو اللي بيصنعها بنفسه، وبيدي ضمان سنة على معداته. ركزوا معاه. أستاذ محمد سالم، أولاً حضرتك مفاجأة لينا، وده أنا بعتذر لك على كده، لأن أنت عمرك النهاردة في الصناعة 34 سنة. أيوة. يعني من أول الشعلة من 34 سنة. أيوة. واللي وقتها كانت قمة التقدم في الصناعة. طبعاً. لغاية النهاردة الهيتر المحترم ده، حضرتك بتصنع الهيتر والمبردات الخاصة بمزارع الدواجن والصوب الزراعي. كلمنا بقى عن صناعتك كده، وقطع غيرنا قد ايه، وضمننا قد ايه، شجع الناس كل حاجه نقدر نعملها هنا. هو طبعا احنا طبعا من البدايه خالص، من ايام ما قالوا في مزارع دواجن، التدفئه طبعا كانت عباره عن شعل وكانت ماشيه. يعني طبعا في تطور، انا ماشي مع التطور، فبدات المعدات تيجي بره، في حاجات حديثه، فبدانا نحدث في شغلنا لحد ما وصلنا ان احنا عملنا حاجه اعلى من المستورد. انت قلت لي معلم في الشغلانه ما بيتعملش غير معاك. دكتورنا زكريا الشناوي يعني. لا ده معلم شركه الدقيقه طبعا، الدكتور عبد المنعم العناني وشركه مصر العربيه والناس كبار يعني بيعتمدوا على حضرتك في اجهزه التدفئه بتاعت المزارع. يعني برضه من ضمن الحاجات ان احنا نقول ان الناس ديت هي سبب تشجيعي. طب انت النهارده وصلت لنسبه مكون محلي قد ايه في المراوح واجهزه التدفئه؟ تقريبا يعني مش عايز اقول لك ان في حاجات وصلت ل 100%، وفي حاجات 90% حاجات بسيطة جدا بدأنا نستوردها، لأن كانت الأول مثلا البرنامج بتاع الهيتر ده كنا بنجيبه مستورد، فبدأنا نفكر إن احنا بدل ما نطلع من الشغل خالص إن احنا نصنع كل حاجة. والحمد لله دلوقتي التكنولوجيا اتطورت، وفي مكن سي إن سي وفي الليزر، والمكن بقى متوفر في مصر، فبالتالي أنا مش محتاج إن أنا ممكن أعمل كل حاجة دلوقتي، ممكن أصنع أي حاجة. التكنولوجيا ما عادتش أي حاجة في التهوية والتبريد، التبريد والمراوح الخاصة بالمزارع. المراوح الضخمة دي حضرتك بتصنعها بالكامل؟ أنا بصنعها كلها، يعني حتى الريشة بتاع المروحة، وعندي جهاز اتزان بالكمبيوتر مش موجود حتى في المراوح الصيني المستوردة. صنعنا ده وحضرتك بتقول منافس قوي جدا. ولما بسألك نفذته في كم مزرعة قلت لي لا ما أقدرش أعدهم، ده كتير قوي. كتير صح ما شاء الله عليك. يعني طيب التكلفة بتاعتنا قد إيه النهاردة؟ 25% من ثمن المستورد، ده غير بقى ان انا عندي قطع الغيار برضو 25% من ثمن المستورد. وعندك ستوك تقدر تجهز اي مزارع النهارده في التطوير بتاعها؟ طور تعرف النهارده عمليات انشاءات كتير جدا في مزارع الدواجن. ايوه وبعدين احنا بنطور القديم، يعني حتى القديم بنطوره، يعني حتى اللي عنده قديم، لان طبعا الاستهلاك هنا اقل كتير. يعني دي مميزاتها، يحكي لي. يعني دلوقتي انت حضرتك التدفئه مثلا اللي بيدفي بالسولر مش اقل من 1000 جنيه يوميا. هنا لا، ممكن 200 جنيه. من أهم الخبراء اللي ساهموا في تأسيس صناعة الدواجن المصرية هو الدكتور محمد الصلحي، رئيس مجموعة الصلحي لخامات وإضافات الأعلاف، وعضو مجلس الشيوخ المخضرم، وهو وكيل لكبرى شركات العالم المتخصصة في الخامات وإضافات الأعلاف الخاصة بالدواجن والإنتاج الحيواني، تسمين وألبان، وكمان الأسماك. قصة نجاح كبيرة فعلاً، ركزوا معاه. سيادة النائب الدكتور محمد الصلحي، إيه اللي خلى النائب محمد الصلحي يتجه بعد تخرجه من كلية الطب البيطري إلى هذا المجال؟ حضرتك النهاردة من أهم الناس اللي بتوفر كل خامات الأعلاف، إضافات الأعلاف من أكبر شركات العالم. احنا هنسمع العجب من الشركة دي النهاردة، صح ولا لا؟ العالم بيفكر إزاي عشان يطور الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي. أسمع الحكاية من حضرتك الأول. أنا تخرجت من كلية الطب البيطري سنة 1981، بدأت من سنة 82 تقريبا، وأثناء وجودي في الخدمة مع بداية ظهور صناعة الدواجن في مصر. مع بداية كانت فترة ذهبية، وكان مزارع الدواجن بدأت تنتشر بشكل كبير جدا. عملنا خطوات متسارعة كانت محل إعجاب ناس كتير جدا، وأصبحت شركة الصلحي يعني في فترة بسيطة محل يعني نظر واهتمام الكثير من العاملين في هذا المجال، وخاصة شباب الأطباء البيطريين. الحمد لله انطلقنا في السوق المصري في حتة توريد المستلزمات الإنتاج، استمرينا وبدأنا نعمل يعني نقلات نوعية طبقا لحجم انتشارنا وتوسعنا في السوق. بدأنا حلقة الاستيراد المباشر من الخارج سنة 94. سنة 2000 بدأنا نكون شركات أخرى بجانب شركة الصالح للإنتاج الدجيني.
وعندنا كيانات الحمد لله معقولة ومن الكيانات المعروفة في على مستوى مصر يعني في مجال التربية والإنتاج والآخره. لكن إحنا عايز أقول إن إحنا مركزين أكتر قوي في فكرة توفير مكونات ومستلزمات. أنت شايف إنها حلقة من الحلقات اللي هي مؤثرة جداً، خاصة لو أنت دائم البحث عن كل ما هو جديد، دائم البحث عن المنتج اللي هو فيه يعني حداثة، المنتج اللي هو أكثر تأثير في مجال الصناعة، خاصة لو هذا المنتج يعني المنتجات اللي بتأثر على سرعة النمو طبعاً. سرعة النمو أو كفاءة الإنتاج أو صحة المنتج النهائي. فدائما إحنا نبقى حريصين على أن إحنا نستخدم هذه المنتجات تباعاً. إحنا النهاردة محتاجين نعيد تنظيم صناعة الدواجن، محتاجين أراضي للتوسعات. يعني كان عندنا خريطة استثمارية راحت فين؟ ليه ما تضفلهاش أراضي جديدة؟ محتاجين استمرار توفير الدولار عشان نجيب خامات الأعلاف، لأن ده أمن غذائي فلازم يبقى متوفر. إحنا النهاردة بنعاني من اللي حصل من سنتين، صح ولا لا؟ مظبوط، صح. ما عندناش كتكوت، طب السبب إن إحنا ما دخلناش قطعان. مظبوط، صح. الأمور سهلة لو عندنا قاعدة بيانات بالصناعة. ما عندناش لغاية النهاردة قاعدة بيانات بالصناعة. حرايا حراك إيه؟ أنت حضرتك كأنك بتغششني، أنت مذاكر بقى زينا بالظبط يمكن أكتر مني. أنا معاك في الصناعة. هو مشكلتنا الحقيقية فعلاً في صناعة الدواجن، انت سيادتك بدات انها كلمه هي منظمه، احنا بنحاول نخليها منظمه لكن هي لغايه دلوقتي صناعه غير منظمه. الجزء المنظم فيها بيزيد، يعني لو بصينا الجزء المنظم في الصناعه النهارده ممكن نلاقيه مثلا 30-40%، كان من سنين بسيطه ما يجيش 10-15%. صحيح. فلا احنا في طريقنا لده، وفعلا الكيانات الجديده اللي بتنشا والكيانات القائمه حاليا بدات تتوسع بشكل يعني اكثر تنظيما، والكيانات الكبيره معروفه ومعروف طاقاتها، وبالتالي سهل قوي على يعني الدولة أو سهل على الجهة المختصة ب يعني عمل قاعدة بيانات دقيقة للصناعة أنها تبدأ بالكيانات المنظمة هذه. أما باقي المشكلة مع الكيانات هيكون مع الكيانات البسيطة الغير منظمة. تعالوا بقى نقابل الدكتور عماد محمد عبد النظير، المدير التجاري لمجموعة الصلحي لخامات وإضافات الأعلاف. ركزوا معاه لأنه لقاء شديد التخصص ومذهل، وهيكشف إزاي العالم بيتحرك لخفض تكلفة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي من خلال الأعلاف اللي بتتحكم في 70% من التكلفة، وبتقدر تفجر الطاقات الوراثية الكامنة في الطائر والحيوان وحتى في الأسماك. ركبت العلب دي، العلب بيعمل فيها إيه عشان يفجر كل الطاقات الكامنة اللي جوه الفرخة والسمكة والبقرة اللي بتنزلها اللبن واللحمة؟ العلم بيتعامل مع الحيوان دلوقتي كوحدة إنتاج. صحيح. طبعاً في البداية علماء الجينات بدأوا من هم يشتغلوا يحسنوا القدرة الجينية والمحتوى الجيني علشان الحيوان أو الطائر ينتج أقصى قدرة ممكنة، أو زي ما حضرتك قلت كده يفجر كل الطاقات الممكنة. دور العلماء التغذية أو خبراء التغذية إن هو بيبدأ إن هو يوفي الاحتياجات اللي تقدر تدخل في التمثيل الغذائي بتاع الحيوان أو الطائر علشان يقدر يواكب القدرة الجينية الجبارة اللي موجودة دي. ممتاز. فبالتالي بنبدأ إن إحنا كمجموعة شركات الصلحي وشركات كتيرة موجودة في القطاع، إحنا بنعتبر حلقة الوصل ما بين ما آخر ما توصل إليه العلم في مجال التغذية وما بين العملاء بتوعنا وما بين المربين والمنتجين. إزاي بقى؟ إيه الجديد؟ الجديد حكاية الطحالب اللي بقت منتشرة أنا أقول لك في تركيبة الأعلاف. أنا هدي لحضرتك أكتر من مثال. عندنا المثال الأولاني اللي حضرتك ذكرته اللي هو القصة بتاعة الطحالب. يمكن من ضمن الحاجات إنه أنا في المواشي عايز زي ما قلت لحضرتك أعظم الإنتاجية، فبالتالي أنا ببدأ أزود العلف المركز بحيث يبقى فيه طاقة عالية، فيه بروتين عالي. طيب الكلام ده الكرش لوحده اللي هي المعدة بتاعة الحيوان المركبة مش قادر ان هو يواكب ده، فبالتالي ممكن يحصل عرض جانبي اللي هي الحموضة. وجدوا انه الطحالب من ضمن ادوارها انه القوة بتاعتها على ان هي تعادل الحموضة ضعف البيكربونات، فبالتالي انا ببدأ اشتغل او محتاج بس نص الكمية من المنتج ده علشان خاطر اوصل لنفس المعدل، بل بالعكس افضل. طب ليه افضل؟ لانه بدل ما كنت بشتغل ساعة ونص ساعتين بس، لا ده انا بشتغل على مدار 8 ساعات.
فبالتالي وده يقلل التكلفه وده يقلل التكلفه طبعا بالظبط كده. فده مثال. في مثال تاني ان انا ممكن ببدا اشتغل بيه حاجه زي بدايل الخامات، في جزء فيه خاص بالاضافات وفي جزء خاص بالخامات نفسه. يعني في بديل للذره والصويا بالظبط كده يا فندم. يعني مثلا الصويا على سبيل المثال ده مصدر بروتين في محتوى من الاحماض الامينيه ممتاز، خاصه الميثيونين واللايسين، ودي الحاجات اللي هي الاساسيه اللي الحيوان والطائر بيبقى محتاجها. طيب في بعض الحاجات اللي بتعوق الهضم بتاع البروتين بتاع الصويا، بدا تطلع حاجات تشتغل عليها، منتجات تكسره تكسر الحاجات العوائق ديت، وبالتالي تحسن زي الانزيمات، والانزيمات بقت موجوده سواء اللي تخص البروتين او تخص النشويات، ببدا ان انا ايه اشتغل عليها بالانزيمات واكسرها. احنا دايما بنحاول ندور، فجبنا الدي دي جي اس اللي هو مستخلص تقطير الذره، وبدانا ان احنا نشتغل بيه، والحمد لله عامل نتائج كويسه جدا مع الناس. وبرضو في رحلة البحث لقينا انه كمان في حاجة ممكن تبقى افضل من كده، اللي هو مستخلص منتجات او تقطير الرز، اللي خدت بروتين الرز بعد عملية التقطير وباخد منه السيرب بتاعه، انا البروتين ده ببدا ان انا اخده واستخدمه. بالاضافات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي اقدر اوصل لمعامل تحويل قد ايه في الدواجن؟ يمكن التسمين. يمكن انا اظن دلوقتي كل قد ايه حوالي قد ايه؟ يمكن احنا دلوقتي في معاملات التحويل يمكن وصلنا لواحد ما بين 1.3 ل 1.4 معامل تحويل في الدواجن وفي انتاج الالبان. يمكن في انتاج الالبان دلوقتي لا، في مزارع ما شاء الله يمكن حققت 1.6 وفي في في بعض الالبان قد ايه كام لتر يوميا معدل او متوسط في يومي؟ لا، في مزارع كسرت ال 40 لتر لبن في اليوم. بكره هنكمل مع حضراتكم رحلتنا في معرض أجرينا الدولي، بحثا عن الفرص الواعده في صناعات الانتاج الحيواني والداجني والسمكي. هنتعرف على احدث تكنولوجيات التربيه والانتاج، وهنعرف ان وجود قاعده بيانات بكل صناعه وخريطه وبائيه دقيقه بالامراض واستمرار توفير الدولار لاستيراد مستلزمات الانتاج الحيواني والداجني والسمكي هو السبيل الوحيد لتحقيق الامن الغذائي من البروتين الحيواني.